حضرة السيدات والسادة، معشر الصحفيين والصحفيات، سعيد بالالتقاء بكم مرة أخرى في هذه الندوة الصحفية التي تنعقد مباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة، ولإخباركم واطلاعكم ومن خلالكم للرأي العام الوطني ما تمت المصادقة عليه ومناقشته خلال أشغال هذا المجلس. وإذا سمحتوا لي بداية كما جرت به العادة سوف أتلو عليكم نص البلاغ الصحفي. طبعا تحية الإخوة في الترجمة إلى اللغة الأمازيغية والأخ في لغة الإشارة. إذن عقدت الحكومة يومه الخميس 21 شعبان 1443 الموافق ل 24 مارس 2022 مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز خنوش رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال المجلس أشاد السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية بالمواقف الأخيرة للحكومة الإسبانية بخصوص قضية الصحراء المغربية المتضمنة في الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله من طرف فخامة رئيس الحكومة الإسبانية سيد بيدرو سانشيز، منوها بجهود وحكمة جلالة الملك نصره الله وتدبيره المحكم للملفات الدبلوماسية التي تسمح لنا اليوم بتحقيق خطوات متقدمة في العديد من الملفات، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة ترسيخا لمكانة المجلس هيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة. قدمت السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 4021 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتم إعداد هذا المشروع الذي تداول فيه مجلس الحكومة وصدق عليه بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 114 تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس. وينص مشروع القانون ذاته أيضا على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة تحت إشراف الهيئة التداولية للمجلس. وجاء المشروع كذلك بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة، واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي خصوصا فيما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة. أدخل المشروع مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 114، وتنفيذا أيضا للتعليمات الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله إلى رئيس الحكومة بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة. تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 41-21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته كذلك السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويقترح المشروع إدخال مجموعة من التغييرات
على القانون رقم 2013، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيئات التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل للاختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات المذكورة. ومن التغييرات التي جاء بها المشرع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيئات التقريرية والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والاجتماعات وتخويل رئيس المجلس صلاحية مقاربة تضارب المصالح في القضايا المتداولة وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين. وانتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 2022 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، قدمته السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي مشروع قانون التصفية لسنة 2020 لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2020، وذلك على مستوى كل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. ويتضمن المشروع 10 مواد ترمي أحكامها إلى إثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي وإلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2020، وإلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2019 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2020، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة إلى الميزانية العامة، وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2020. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إرفاق هذا المشروع بكل من التقرير حول نجاعة الأداء وتقرير افتحاص هذه النجاعة تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المتعلق بتفعيل آليات التدبير المرتكز على النتائج المكرس للانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، الأمر الذي من شأنه إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتحسين جودتها. كما أرفق بهذا المشروع تقرير حول الموارد المرصودة للجماعات الترابية بهدف تقديم وتحليل الموارد المعبأة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برسم سنة 2020، ما من شأنه أن يمكن من القيام بقراءة واضحة للعلاقة المالية القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث الموارد الميزانية المجمعة والمدفوعة كليا أو جزئيا من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية لتمكينها من أداء المهام المسندة إليها على أحسن وجه، ومن أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 22-225 بتمديد مدة سريان فعل حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قدمه السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية. ويهدف المشروع إلى تمديد مدة سريان فعل حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الخميس 31 مارس 2022 من الساعة 6 مساء إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة 6 مساء. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تعيين السيد كمال الهشومي مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعيين السيد شفيق الودغيري مديرا للعلاقات مع البرلمان. إذا كان هذا نص بلاغ مجلس الحكومة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.